خلينا نبتدي نتكلم عن حاجة مهمة جدا. منظمة الأوبك أصدرت تقرير عن مشاريع إنتاج واستخدام الهيدروجين في الدول العربية اللي تم الإعلان عنها في 2023، وقالت إن حصيلة المشروعات دي وصلت لـ90 مشروع، نصيب مصر منهم 24 مشروع غالبيتهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع ده، نصيب مصر عامل إزاي في المستقبل، الطاقة دي هتولد إيه بالظبط؟ الدكتور سامح نعمان أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة بصحبتنا تليفونين. أهلا بك يا دكتور، منور، صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضراتكم والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. في البداية يعني عايزين نوضح للمشاهد بشكل بسيط، في المستقبل ماذا ستعتمد البشرية على في انتاج الهيدروجين الاخضر في مجال الطاقه يعني والامونيا الخضراء، هنعمل بيها ايه؟ وحضرتك الهيدروجين الاخضر هو اساس للطاقه الخضراء، والطاقه الخضراء بتحل مكان جميع انواع الطاقه، سواء بقى في السيارات والشاحنات الكهربائيه اللي بتشتغل بالوقود الهيدروجيني، في سفن الحاويات اللي بتشتغل بالامونيا اللي هي بالهيدروجين الاخضر، في مصافي الفولاذ الاخضر اللي بتشغل الهيدروجين تطلع منه حراره بدل الفحم، في توربينات الكهرباء اللي بتشتغل بالهيدروجين، بتشتغل مكان الغاز الطبيعي في المنازل، فهي بتحل تقريبا مكان كل حاجه، يعني بتستخدم في السيارات وفي الطيارات وفي السفن، فهي الوقود اللي جاي لان ما فيهوش عادم، العادم بتاعه زيرو كربون او ميه مقطره، فليس له تاثير على البيئه، واحنا كلنا عارفين مشاكل البيئه ناتجه من ثاني اكسيد الكربون وحرق الوقود الاحفوري، والحصول على الوقود الاحفوري بيديني ثاني اكسيد كربون عالي جدا في الجو. طيب دكتور، يمكن مؤخرا بنتكلم عن الهيدروجين بصفة عامة، ومن بعد مؤتمر المناخ عرفنا حاجات مهمة جدا عن ألوان الهيدروجين، هيدروجين أخضر، هيدروجين أزرق، وكمان عندنا أمونيا زرقاء. احنا بالنسبة لنا، انتم كمتخصصين ممكن تبقوا عارفين التفاصيل، لكن احنا بالنسبة لنا محتاجين نفرق بينهم. هو حضرتك الأفضل في الاستخدام هو الهيدروجين الأخضر، لأن الهيدروجين الأخضر هو بيطلع من تحليل الميه، فبيحتاج لطاقه كهربائيه وميه محلاه، والاثنين دول لما اتعمل دراسات على شمال افريقيا في سنه 2019 و2020 لقوا ان مصر افضل دوله في منطقه شمال افريقيا لانتاج الهيدروجين الاخضر، عشان عندنا ساحل البحر الاحمر وساحل البحر الابيض المتوسط حوالي 1300 كيلومتر، وعندنا طاقه متجدده، والخبرات اللي كانت موجوده من 2014 ل2020 من انتاج الطاقه المتجدده داخل جمهوريه مصر العربيه والمناخ المناسب. فبالتالي احنا بالنسبه لنا الهيدروجين الاخضر هو العمود الفقري لانتاج الهيدروجين. اما الهيدروجين الازرق بيعتمد على وجود الغاز، فعشان يبقى عندي هيدروجين ازرق يبقى لازم ادور على غاز، ولما بدور على غاز بيبقى عندي انتاج الغاز، الحصول على الغاز منه ثاني اكسيد كربون، ولما بستخرج الغاز واحوله لهيدروجين بيديني حاجه اسمها هيدروجين رمادي. الهيدروجين الرمادي ده عشان احوله لهيدروجين ازرق بسحب منه ثاني اكسيد كربون، يبقى كل العمليات اللي انا بحصل منها على الهيدروجين الازرق يصطحبها انتاج ثاني اكسيد كربون بنسب عاليه، انما الهيدروجين الاخضر لا يصطحب اي نوع من انواع ثاني اكسيد الكربون، فبالتالي هو الافضل للبيئه، ومصر الحمد لله جاهزه لهذا الكلام من بعد 2020. طب والامونيا الزرقاء؟ الامونيا الزرقاء هي عباره عن خليط 18% من الهيدروجين الاخضر مع النيتروجين، وبيديني الطاقة الخضراء، وطبعا الأمونيا الخضراء بتستخدم في مجالات شتى، ولكن هي دلوقتي بتوجه إلى استخدام كطاقة خضراء كوقود، وده إثبات إن احنا منتجين لهذا الوقود، في إن احنا كان عندنا سفينة من حوالي 4 شهور، أول سفينة مشت بالطاقة الخضراء على مستوى العالم اللي طلعت من جنوب شرق آسيا وعدت على كوريا وسنغافورة عشان تاخد تمون وقود أخضر، جت عند بورسعيد ومونت 500 طن طاقه خضراء، وده كان اكبر كميه طاقه خضراء تاخدها السفينه، اول سفينه على مستوى العالم، وكانت رايحه لاوروبا، فده دليل على ان احنا عندنا انتاج لهذا الكلام. صحيح. لان ال 90 مشروع اللي موجودين على مستوى ال 11 دوله من الدول العربيه، 24 مصر والامارات وعمان والسعوديه والمغرب والاردن والجزائر وموريتانيا والعراق وجيبوتي وقطر، احنا عندنا 24 مشروع منهم 19 انتاج هيدروجين اخضر وثلاثة للأزرق واثنين لتموين السفن، وبالتالي احنا واخدين الصدارة للإنتاج في الهيدروجين
باستخداماته على مستوى جميع الدول العربيه. طيب دلوقتي في الوقت الحالي 2024 هنقدر نستفيد منه ازاي واحنا يعني عندنا يمكن اكتر من ربع الطاقه الخضراء اللي بتنتج في العالم العربي غير قصه قناه السويس؟ يعني احنا عارفين يعني ان احنا نمون السفن اللي بتسير عبر القناه ده مشروع طبعا واعد، ولكن ازاي نستفيد بيها؟ هل عندنا مصانع نقدر نفيدها؟ هل عندنا مشروعات اخرى تعتمد عليها؟ هو حضرتك المصنع الهيدروجين الواحد بينتج حواليه 5 مصانع انتاج امونيا، فبالتالي حضرتك المصنع بينتج جنبيه 5 يشغل جنبيه 5، ادي نسبه انتاج في اتجاه تاني اللي هي الامونيا الخضراء. ثانيا انك انا حضرتك نستخدم الوقود الاخضر في بدل الوقود الاحفوري، ده شيء قوي جدا. لما بنستخدم الوقود الطاقه الخضراء في انتاج الكهرباء مثلا هيوفر معانا الغاز اللي احنا عندنا حاليا فيه مشكله، فتقدر توفر الغاز تقدر تصدره الى الخارج، تقدر تستخدم الغاز في اغراض اخرى زي صناعه البتروكيماويات، تقدر تستخدمه في صناعه في تمويل السيارات مثلا. ولكن ممكن تشغل به جميع المصانع اللي بتحتاج الى طاقه حراريه عاليه زي مصانع الحديد والصلب زي مصانع الاسمنت، تقدر حضرتك تستغله بدل ما بنحط غاز طبيعي الى البيوت بيضاف على نسبه 20% على الغاز الطبيعي، بيبتدي ينتج طاقة حرارية أعلى من الطاقة اللي أنا بستخدمها في الغاز، يبقى أنا في الحالة دي برضو بوفر غاز. سعر الكيلو أو سعر الطن عموما للهيدروجين الأخضر هو سعره من 2.6 إلى 6.5 دولار للكيلو، ولكن هو مع زيادة الإنتاج السعر بتاعه بيقل جدا، فبالتالي يفضل استخدامه لأن الطاقة الناتجة من الطن من الغاز من الغاز تقريبا تساوي خمس الطاقة الناتجة من الهيدروجين الأخضر. المستقبل الطاقة الخضراء، يعني خلاص احنا كلنا بنتكلم عن ده من قمة المناخ واحنا بنؤكد على هذا الكلام، ومصر متصدرة فعلا إنتاج الوقود الأخضر. شكرا لك دكتور سامح نعمان أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة.